قال يحرم على الرجل، هذه المادة الرابعة والعشرون أو الأربعة والعشرون، الرابعة والعشرون، يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها. يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها، وتحرم المزني بها على أصوله وفروعه، ولا تحرم عليهم على أصول الزاني يعني وأصول المزني بها، ولا تحرم عليهم أصولها، أصول المزني بها وفروعها. يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها، وتحرم المزني بها على أصوله وفروعه، ولا تحرم عليهم أصول الزاني أبوه. لا يحرم عليه أبو الزاني، لا يحرم عليه أصول المزني بها أبو الزاني، لا يحرم عليه فروع المزني بها. قال وسيد أبو حنيفة رحمه الله يقول من زنى بامرأة أو لمسها يعني بشهوة أو نظر إلى العضو المخصوص منها بشهوة، وقلنا المراد بالعضو المخصوص من الفرج الداخل وهو الذي يظهر أثناء القرفصاء، ما الحكم؟ قال ترتبت حرمات المصاهرة، تثبت حرمة المصاهرة. فيحرم على الزاني التزوج بفروع المزني بها وأصولها، يعني أمها وجدتها وابنتها وهكذا وإن سفلت، وتحرم المزني بها على أصول الزاني وفروعه، ولا تحرم يعني المزني بها على أصول الزاني كما ذكرنا قبل قليل وفروعه. يعني رجل زنى بامرأة، جاء ابنه، رجل زنى بامرأة، جاء ابنه تزوج ابنتها، الابن يحرم عليه أن يتزوج مزنية أبيه، ولكن يجوز له أن يتزوج ابنة مزنية أبيه، أمها، جدتها، لا مانع من ذلك. إذا ولا تحرم على أصول الزاني وفروعه أصول المزني بها ولا فروعها. واضح إن شاء الله، واضح الكلام. أنت بس حرك بعيونك. قال فيجوز لابن الزاني أن يتزوج أم مزنية أبيه وبنتها، ويجوز لأبي الزاني التزوج بأم المزني بها وبنتها، متبعا في ذلك لسيدنا عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ورضي الله عنا بهم آمين، وجمهور التابعين. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، بناء على أن النكاح هو الوطء حقيقة. ولهذا حرم على الابن ما وطئ أبوه بملك اليمين، أنا اشتريت أمة فوطئتها بملك اليمين حرمت على فروعي وأصولي. وبقوله عليه الصلاة والسلام ملعون من نظر إلى فرج امرأة وبنتها، ملعون من نظر إلى فرج امرأة وبنتها. ففي الحديث فيه دلالة واضحة، انتبه، الحديث فيه حجة قوية لنا معاشر الحنفية، وفيه دلالة واضحة على أن النظر إلى الفروج يوجب حرمة المصاهرة، وإلا لما استحق الناظر اللعنة. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها
ولا بنتها. وقال الشافعي رحمه الله: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحرم الحرام الحلال، ولأنها يعني ولأن حرمة المصاهرة نعمة، فلا يكون المحظور سببا في زوالها. ولأن الزنا لو كان مؤثرا لحلل المزني بها للمطلق ثلاثا. قال: ومذهب الإمام الشافعي هو الظاهر، وهذا مما يؤخذ صراحة على الشارح، يعني الشارح أو غيره ليس له أن يقول مذهب الشافعي هو الظاهر أو مذهب أبي حنيفة، بالعكس، هذا الكتاب أحباب كما قلنا هو مؤلف على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فليس من اللائق وأنت تشرح كتابا على مذهب أبي حنيفة أن أثناء الشرح تقول مذهب غيره هو الراجح، ليس هذا من اللائق. أنا حنفي المذهب، شرحت كتابا في المذهب الشافعي، وبدأت أذكر أدلة الفقه المقارن، لا يصح لي أنا أن أرجح مذهبي على مذهب الشافعي وأن أشرح كتابا في المذهب الشافعي. لما؟ لأنني أنا متهم بأنني أذكر الآن في هذا الكتاب ما ضعف من أدلة خصمي الذي الشافعي الذي الكتاب كتابه، وأذكر ما قوي من أدلة مذهبي وأرجح عليها، فلا ينبغي هذا، لذلك العدل والإنصاف ألا أقتحم أنا الحنفي كتب الإمام الشافعي فأشرحها، وكذلك لا يأتي شافعي فيقتحم كتب أبي حنيفة ويقوم بشرحها، ليس هذا من الإنصاف. فهنا سيأتي معنا هذا أكثر من معنى، وأنا سأتجاوز هذه العبارة صراحة، يعني لا ينبغي أن يذكرها مؤلف الكتاب.